قديشة مارا إيشو عمشيحة كارزوثة لوقا شو حال عمشيحة مارا آمين إشلاو هيا كراخش وإيشو عمثواثة ومديناثك مولب والي كد أهو بزال الأورشلم كم باقيري خناشا قال له قصة أنا دك خلصي إمري طالهن إيشو مقتلو لإوارة بطرائيقة سبب كمرن طالوخن كبيرة بالطلبي لإوارة لك هاوي بي عدانة قايم مارد بيتها وسايد الترى بتهاووتن أختن قيمة البراية بطرافة الترى ومشارون البمارة استاذن استاذن صخ طالا بتمجاوب بتأمر طالوخن كمرن طالوخ لك يا ذنوخون من إيكي ووتون ومشاروتن بمارة قاموا خلا وشتيلا وبشوقا نديا ملبلو بتأمر طالوخن لك يا ذنوخ من إيكي ووتون ورحوقوا مني يا فلاخت عولا تاما بتهاوي بخيا وسياكة كاكي كد خازوت الأوراهم لسحق وليعقو وكل نوية ملكوثة آلها وأختن بلطة البراية وكان يسوع يسير في القرى والمدن يعلم وهو منطلق إلى أورشليم فسأله واحد هل الذين يخلصون قليلون فقال لهم يسوع اجتهدوا على الدخول في الباب الضيق فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون الدخول فلا يستطيعون فساعة يقوم رب البيت ويغلق الباب وتكونون أنتم واقفين خارجا تقرعون الباب وتبتدئون أن تقولوا يا رب يا رب افتح لنا فيجيب هو ويقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم فحينئذ تبتدئون أن تقولوا قدامك أكلنا وشربنا وفي شوارعنا علمت فيقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم ابعدوا عني يا فاعلي الإثم هناك يكون البكاء وصريف الأسنان إذ ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطرودون خارجا ويأتون من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله فهو ذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين وشوحة تآلها بداي موثة شوحة لمشيحة مارا آمين بسم الأب والابن والروح القدس الإله واحد آمين نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا إخوتي أخوات المشاهدين المستمعين الكرام أقدم لكم اليوم عن نص إنجيل لوقا اللي هي زمن الأحد السابع من زمن الرسل ويسوع أعطانا مثل الباب الضيق الباب الضيق هو قول مستعار في العرف اليهودي كان متبعا في ذلك الوقت في ذلك الزمان في شريعة مو الشريعة عفوا في الحياة الاجتماعية التي كان يعيشونها الناس بسبب كانت الأعراس تقوم ليلا وكانت البيوت تزين بمصابيح ومنيرة لكل المدعوين يدخلون إلى المكان الحفلة ومكان الدعوة المدعوين من باب ضيق صغير ويغلق بعد دخولهم إلى هذا المكان ثم يتمتعون بالأفراح والأنوار المتواجدة في ذلك الوقت في ذلك البيت أو في ذلك المكان أما الذين يرفضون فكان لا يفتح لهم الباب مهما بدأوا يقرعون على الباب مهما طال وقتهم في القرع قرع الباب ضرب على الباب ويستمرون في الجلوس في الظلمة الخارجية يسوع المسيح يقصد بهذا المثل عن هؤلاء الذين تهاونوا في كلمة الله الذين لا يدخلون من الباب الضيق معناته اللي ما يتحملون الضيقات المتعلقة بالحياة المقدسة يسوع وصل إلى المجد عن طريق الصليب ما وصلوا في جلوس على فرس أو على خيول دخل أورشليم متواضع على جحش ابن أتان يسوع حمل الصليب وسار حاف القدمين في طريق الجلجلة سقط 3 مرات جرح كتفه من ثقل الصليب
جرحت ركبتيه من كثرة السقطات التي سقط فيها يسوع من ثقل الصليب على الأرض المحجرة. دخل الشوك في رأسه، طعنوه في حربة. كل هذا ما كان يسوع أنه يمشي في طريق السلام أو مثل ما نقول على ريش نعام، كان يسير بأعلام من أجلنا. فطريق المجد اللي يسوع يطلبه من عندنا، من كل واحد من عندنا، أن نتحمل الضيقات. فإذا الباب الضيق هو الصليب الذي نحمله في حياتنا اليومية، والباب الضيق الحياة الصعبة التي نعيشها حتى نصل إلى القداسة. خلاص هؤلاء الذين فعلا يجاهدون بإيمانهم، يضحون من أجل كلمة يسوع، يتحملون كل ألم، كل وجع، كل صبر، إلهم يكون حتى يصلون إلى الفردوس النهائي، نعيم الفردوس. الباب الضيق علينا أن نتخلى عن الشهوات الجنسية أو الجسدية، نقبل الاضطهاد لأجل يسوع المسيح. الباب الضيق بدايته ضيق على الأرض، ولكن يفتح لنا باب مليء بالتعازي والمعنويات، نهاية مجد أبدي. سؤال الذي طرح على يسوع: هل الذين يخلصون قليلون؟ يسوع هنا سؤال مبين من نوعية السؤال، أنه يسألون كم شخص سوف يخلص. هل الذين يخلصون قليلون؟ معناته يسألون على عدد. يسوع ما أعطانا أنه قال لنا 10، 100، 1000، 1,000,000 وغيرها، لا. يسوع لم يجب بعدد بل بكيفية الخلاص، مثل ما نقول نوعية ما الكمية. فالنوعية شلون أنت تخلص، ما معناته أنه كمية جد عندك، لا، شنو نوعيته اللي عندك. لم يجب على سؤالهم أقليلهم الذين يخلصون، بل كيف يخلص هؤلاء الناس إذا كانوا قليلين أو كثار. بالدخول من الباب الضيق، يعني الجهاد، التخلي عن الملذات الزمنية. أنا الباب الضيق أشبهه مثل جنطة نحطها وراء ظهرنا، باك، لما أخليها وراء ظهري وأريد أفوت في مكان ضيق جدا، شو راح أسوي؟ أخلع الشنطة اللي على ظهري، يا أبا أذبها قدامي، راح تكون هي كل ممتلكاتي، يا أما أذبها خلفي، ما راح يهمني حتى نفتش على خلاص نفسي. مثلا اذا يركض وراي خلفي، يركض حيوان مفترس او اعداء يردون يمسكون، فاريد اخلص نفسي، عندي هذا الحمل الثقيل حتى انا اكون خفيف اقدر استمر بحياتي. فهذه الحياه انه علي ان اتخلى لخلاص نفسي، على ان اتخلى كل ما يمسكني لخلاص نفسي، لخلاص الجسد الذي الله أعطانا. فهنا أن التخلي كثير مهم، أن أتخلى من الأشياء الأرضية، أريد أرفع نفسي إلى السماء، أرفع أفكاركم إلى العلا، أريد أرفع حياتي إلى يسوع، أرفع كل طاقاتي إلى يسوع أقدمها له هنا، حتى لازم أتخلى حتى نكون خفيف أقدر أسير مع يسوع إلى الأمام. صليبي خفيف، نيري خفيف، تعالوا احملوا صليبي. يسوع يطلب منا أن نتخلى. والباب الضيق أيضا يرمز إلى حفر أوامر يسوع. ما هي أوامر؟ وإنما وصايا الكنيسة، وصايا الله، أسرار الكنيسة، الإنجيل، أن نحفظ الإنجيل، نتعلم من الإنجيل. الحرف يقتل والروح يحيي، أنه الإنجيل هو كلمة الله التي بيننا، الله يتكلم معنا من خلال هذا الكلام، من خلال الكتاب المقدس الإنجيل، علينا مطالعته، أن نستمر ماذا يريد الله من عندنا من خلال كلمته المتواجدة بين أيدينا. التخلي عن كل شيء يبعدني عن الله، أتمسك بإيماني مهما كانت الشدائد. الباب الضيق هو طريق الصليب الذي أتحد به مع يسوع، فتكون لي حياة وأكون معهم أو فيهم نور. اجتاز يسافر يسوع بين المدن والقرى
هذا هو سفر الأخير ليسوع حيث سيذهب إلى أورشليم ليصلب، وبهذا نفهم أنه اختار الطريق الضيق، طريق الصليب، طريق الآلام. وبعدها أغلق الباب دخول القديسين بعد دينونة نهاية الحياة، تقفون خارجا وتقرعون الباب بعد أن رأوا المجد المعد لكل الذين يستحقون هذا المجد، يشتاقون للدخول، لكنهم يبقون في الظلمة الخارجية خارج أسوار أورشليم، خارج أورشليم السماوية. يسوع يجيبهم: لا أعرفكم. ما معناته أنه يجهلهم فعلا ما يعرفون منه هم؟ لا، يسوع يعرفهم بس لأنهم غير مستحقين أن يكونوا في معرفته. كثير من عندنا احنا نعرف كثير من أشخاص بس نتندم نقول مع الأسف أنه عرفنا هكذا أشخاص، لأنهم غير مستحقين أن يستغلون حياتنا أو يشغلون فكرنا نفكر فيهم، لأنهم غير مستحقين، لأنهم قاموا بأعمال يمكن أذتنا بحياتنا. بس يسوع اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. يسوع إنه يقول لنا اتركه كالوثني، ما سمع اتركه كالوثني. ما معناته أنه أنا ما أعرف هذا الشخص خلاص يروح؟ يسوع يسأل: من أين أنتم؟ قبلها قدامك أكلنا وشربنا وفي شوارعنا علمت. الأكل والشرب ما معناته أنه كل إنسان يأتي ويتناول من جسد يسوع المسيح أنه يخلص. لا، الإنسان الذي يتناول من هذا الجسد المقدس عليه أن يكون مستحق لهذا الجسد المقدس، أن يستحق هذا الدم الذي سفك من أجل خلاصنا. يسوع يطلب من عندنا أنه أن نتقدم إليه بخشوع، بخشوع، بتواضع. اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ما يسوع يطلب من عندنا نأتي بالتفاخر والتشامخ نجي عند يسوع. يسوع ركع وغسل أرجل، هذه هي الخدمة الحقيقية. هذا هؤلاء الناس هم المستحقين كل خدمة. يسوع لا يقول لنا لا أعرفكم، يعرفنا جيد المعرفة، لكننا عندما نكون بعيدين عن خلاصنا نكون غير مستحقين معرفة يسوع. فيسوع لما قال قدامك أكلنا وشربنا، قالوا له: صحيح أنتم أكلتم وشربتم وفي شوارعنا علمت. الكهنة دائما يضربون، يزرعون البذار، يبذرون البذار، قسم منها يقع على حافة الطريق، قسم يقع منها فوق الشوك بين الشوك، قسم منها يقع على الصخر، وقسم منها يقع على الأرض الجيدة. فالتعليم أنت كيف راح تكسب هذا التعليم؟ كيف راح تأخذ كلمة الله بحياتك؟ شنو استفادت من هاي الكلمة اللي علمت في شوارعنا؟ بس أنت شو سويت؟ يسوع علم، عمل عجائب وكثير من المعجزات عملها. وين عملها؟ ما عملها لحاله، ما كان هو وحده. يسوع كان في وسط العالم، وسط المصاعب، وسط الشدائد، وسط كل الأمور الصعبة. كان يسوع واقف ويعلم، يعمل المعجزات في السبت، في اليوم المقدس، ولم يكن يخاف. قولوا لهذا الثعلب على هيرودس: ما دام النهار علي نعمل، ما دام النهار. فإذا التعليم مهم، بس احنا شو استفادنا من هذا التعليم؟ شنو اخذنا من كلمة يسوع بحياتنا؟ انا فتحت الانجيل وقرأت، شو استفادت؟ في شوارعنا علمتها، دا اسمع التعليم، شو دا استفاد انا؟ فيسوع يتكلم عن هؤلاء المتهاونين، ما دخلوا في هذا الباب من خلال هذا الباب، اي ما دخلوا من خلال يسوع حتى يخلصوا. فإذا الملكوت المعد لنا هو الدخول مع يسوع. يسوع كان يسير حافي القدمين جلجلة آلام الصليب، علينا أن نسير معه. سمعان القيرواني ساعد يسوع بحمل الصليب، علينا أن نكون مثل سمعان القيرواني، نحمل شدائدنا ونسير مع يسوع. لا تكون تعلم يسوع تذهب صرخة في وادي، صوت صارخ في البرية، أعدوا له طريق الرب. فكانوا يأتون كلهم
من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب يجلسون في ملكوت الله، وأبناء الملكوت يطلعون خارجا. مشكلة أنه أبناء الملكوت، أنا مسيحي، وشنو فائدتك أنت مسيحي إذا ماذا تعمل أعمال مسيحية؟ ها هو يسوع يطلب من عندنا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. يهود يعرفون الكتب، يعرفون الناموس، لديهم الشريعة والناموس والتطهير، الطهارة، الختان لديهم، لديهم إبراهيم وموسى والأنبياء كلهم. شنو الفائدة؟ ما فكروا بخلاصهم، ما تابعوا النعمة المتجسدة بأحشاء مريم يسوع المسيح. الباب الضيق يشير أيضا أن المسيح بإرادته أراد أن يدخل من خلال هذا الباب ويذهب إلى الصليب عن طريق أورشليم ويقدم الفريسيين، لأنهم لم يأتوا ليحذروا الرب حبا فيهم، وإنما خافوا على مصالحهم. هيرودس أو الملك أو الإمبراطور يريد أن يقتلك. يسوع لا يخاف، قال قولوا لهذا الثعلب ما دام النهار علي نعمل. فما دام النهار أخوتي خواتي المشاهدين المستمعين الكرام، أن نستمع، ما بس نسمع وأن نعمل بكلمة يسوع في حياتنا. هو الذي يخلصنا، ماكو واحد يخلصنا. ما الملذات والشهوات الأرضية والزمنية سوف تنقضي، لكن كلمة يسوع لا تذهب سدى. كلامي لا يزول، علينا أن نسير خلف يسوع حاملين صليبنا معه، حاملين شدائدنا مع يسوع، مصائبنا، مشاكلنا، ونسير خلف يسوع. ألا نتهاون ونكون مثل الكسالى، إهمال في حياتنا، أن نكون دائما اربط حقويك، اشدد حقويك واخدمني، يعني شد ظهرك واخدم، اخدم كلمة الله. لا تخاف، لا تتهاون بكلمة يسوع. يطلب منا دائما السير مع يسوع، لكن السير مع يسوع يتطلب الكثير من التعب والألم. عندما نصل من خلال هذا التعب والألم مثل راح تضيق الحياة لنا. هذا هو الباب الضيق، انه وش قد ما نتحمل الآلام والمصاعب في حياتنا والمصاب التي تأتي علينا، معناتها تتضايق علينا الحياة، وعندما نتحملها راح يفتح لنا باب مليء بالنعم مع يسوع المسيح. فعلينا أن نتخلى عن الأشياء الزمنية ونسير خلف يسوع دائما. والذي لا يسير خلف يسوع سوف يبقى في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. صريف الأسنان يعني تضرب أسنانه بأسنانه بقوة، بقوة من الألم، لأنه الشوق الإنسان اللي يتمناه أنه يرى وجه الآب، يرى الحياة النعيمة مع يسوع المسيح. عندما لا يحصل عليها يبدأ بعض أسنانه بشدة بألم، لأنه ما استغل الفرصة. فيسوع دائما يعطينا الفرص في الحياة حتى نسير معه إلى الأبد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا إخوتي أخواتي المشاهدين الكرام. الأب اندراوس جورجيس توما من كنيسة مارك بولس الرسول غرايم لانك ميشيغان. إليك
عليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي.